بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله، ليله مباراه القمه، ليله مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، لانها مباراه النادي الاهلي فبالتاكيد بنبدا باسم النادي الاهلي. هذه المباراه اللي ستقام على استاد برج العرب ان شاء الله في تمام الساعه الثامنه من مساء الغد بقياده تحكيميه لحكم مجري. بشكل عام دون الخوض في اي تفاصيل اخباريه او اخبار فنيه متعلقه بمباراه الغد، وبالطبع بالتاكيد الاهلي انهى الدوري في المركز الاول بفارق 5 نقاط عن الاقرب المنافسين، وما زالت هناك مباراه اخرى كمان تختتم غدا ان شاء الله بالنسبه لها في مسابقه الدوري العام. حلقتنا النهارده حلقه مهمه جدا، لان حلقه جايه قبل مباراه القمه ب 24 ساعه. النهارده معانا ضيوف مهمين، الفقره الاولى اللي بتشرف بهذا الحوار في البرنامج بالتاكيد معايا الكاتب الصحفي الكبير الناقد الرياضي الاستاذ اسامه السويسي. استاذ اسامه منور ومشرفنا في قناه النادي الاهلي، واهلا بك في بيتك. ربنا يكرمك يا محمد. انا اللي سعيد ان بكون في بيتي، اول ما بكون متواجد في مصر بحس ان انا في بيتي ومطرحي. ومرحب بيك وبكل مشاهدي قناه الاهلي، والف مبروك الفوز ببطوله الدوري رقم 41. حلقه جايه في توقيت مهم جدا، لان احنا هنعمل فلاش باك عن المرحله السابقه والتتويج بالمسابقه اللي هي تعتبر المسابقه الاغلى في السنوات الاخيره، وهنتكلم بالطبع على مباراه القمه بالغد. عندنا ملفات كتير عايزين نناقشها معاك، لكن اولا مباراه الغد اولا شايفها ازاي؟ والله قبل ما ابدا الكلام على مباراه الغد، بس حابب ان انا اولا ان انا اهدي درع الدوري 41 اللي هو البطولة الملاكي زي ما بقول عليها. الناس بتقول البطولة المفضلة للنادي الأهلي، لا، هي البطولة الملاكي للنادي الأهلي اللي بيفوز بيها المرة 41، وأقرب المنافسين 12 لقب، محتاج أكتر من ربع قرن علشان يقرب من رقم النادي الأهلي. والنادي الأهلي لو عملنا نسبة لعدد مرات الفوز بالبطولة الدوري هنلاقيه إن هو متصدر عالميا. بهدي اللقب دوت للروح الدكتور خالد توحيد الله يرحمه، اللي وفاته المنيا وهو ساجد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وهو بيؤدي عمله مخلص في خدمة الكيان النادي الأهلي، رئيس قناة الأهلي الأسبق، ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله من أهل الجنة. بهديله الدرع دوت مخصوص لي، وعايز أقول إن الدرع ده تحديدا انا عاصرت 30 درع من ال 41، يعني انا من 74 وانا متابع بطوله الدوري، فعاصرت 30 درع من ال 41. شايف ان ده فعلا هو الاغلى، الدرع الاغلى السنه دي، لانه اتحقق رغم صعوبات كبيره وبعد ريمونتادا تاريخيه. الريمونتادات اللي احنا بنشوفها بتبقى في المباريات، لكن الاهلي عمل اغلى واقوى ريمونتادا على مدار الموسم. لما تكون انت في بدايه الموسم ولاعب 7 مباريات بس والمنافس لاعب 13، وكل المواقع وكل الصحف بتقول ان الفرق بينك وبين الاهلي بين الزمالك المتصدر وبين الاهلي صاحب المركز الاخير 21 نقطه، والكلام اللي احنا مش يعني الكلام الكتير اللي حصل في على مدار الموسم، كلمه السر كانت في الموسم ده جمهور الاهلي، جماهير النادي الاهلي، جمهور الاهلي. طبعا نرفع القبعه لمجلس اداره النادي الاهلي على الجهد اللي عمله، نرفع القبعه للجهاز الفني، نرفع القبعه للاعبين، لكن انا شايف ان جمهور الاهلي هو كلمه السر كان في الموسم ده تحديدا. لان الموسم ده كان الاصعب على النادي الاهلي من كافه الاتجاهات. جمهور الاهلي كان اهم واقوى درع وسيف للنادي الاهلي رغم غيابه عن المدرجات، لكن كان على مستوى الحدث في موسم استثنائي النادي الاهلي تعرض فيه لابشع انواع الضغوط والمخططات والحروب، واتصرفت مليارات عشان تحرم النادي الاهلي من بطوله الدوري دي تحديدا. جمهور النادي الاهلي ما غيرش مبادئه رغم الاغراءات الشديده اللي كلنا عارفينها، وناس كتيره غيرت مبادئها. جمهور النادي الاهلي رفض الاساءه لمجلس اداره النادي الاهلي ولرموزه وللنادي وللعيبه، واعتبر ان الاساءه الرمز من رموز النادي الاهلي اللي هو الكابتن محمود الخطيب دي اساءه لكل فرد مشجع من ملايين جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ادرك سريعا ان في مخططات، وعرف ان المحاولات في محاولات جاده لتقليبه على مجلس اداره النادي الاهلي، وان في محاولات من بعض العناصر والاعلام، نقول عليه الاعلام اللي شارب شاي بالياسمين، انه عايز يعمل فتنه بين الاهلي وبين جمهور الاهلي وبين مجلس ادارته. لكن الحمد لله جمهور النادي الاهلي كان عنده من الوعي،
اللي يخليه يقف حائط صد منيع ويكون نقطة تحول منح المجلس إدارة النادي القوة انه يرسخ مبادئ النادي الاهلي. لولا جمهور النادي الاهلي وقفته وخلف مجلس اداره النادي الاهلي ما كناش هنقف المشهد ده والصوره دي وتنتصر مبادئ النادي الاهلي في النهايه. جمهور النادي الاهلي السنه دي عمل نقطه تحول تاريخيه، انا شايف ان هي دي ملحمه حقيقيه. لما النادي الاهلي خسر من صن داونز 5-0 في مباراه الذهاب في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، دي كانت نقطه الانطلاقه. شوف اللي حصل في مباراة العودة. مباراة العودة الملعب فل، الأهلي فاز 1-0 بس وخرج ودع البطولة. المشهد متذكر المشهد بعد المباراة كان عامل ازاي؟ هو المشهد الوحيد كان مشهد الجمهور الدوري يعني. كان هو ايوه كان هو ده الجمهور، لما اللعيبة حست ان جمهورها حاسس بيهم واقف معاهم ومقدر ظروفهم ومقدر الضغوط اللي اتعملت عليهم ومقدر ان هم كانوا بيلعبوا 72 ساعة ومقدر ان هم كانوا بيطلعوا من برج العرب على جنوب افريقيا في اقصى القارة يلعبوا بعد 3 ايام ويرجعوا يلعبوا بعد 3 ايام ويلعبوا بعد كده مباراة قمة في 3 ايام ويلعبوا ماتش الاتحاد بعدها في 3 ايام، كل 72 ساعة كان النادي الاهلي بيلعب كده. تمام، المشهد ده كان علامة فارقة في الموسم الحالي. اللي حصل من جمهور النادي الاهلي والرساله اللي قدمها لعيبه الاهلي حسوا بالمسؤوليه وكان عليهم رد الجميل وكانوا عند حسن الظن والمسؤوليه. جمهور النادي الاهلي ما فقدش الثقه رغم ان الفارق كان بيوصل 14 نقطه. ده ليه؟ لان جمهور النادي الاهلي عارف التاريخ كويس، عارف ان النادي الاهلي من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. فعنده ثقه لا محدوده فيه، والثقه دي بتترجم على اللعيبه. اللعيبه لما تعمل كامباك بالشكل ده على مدار الموسم مش سهله ومش طبيعيه، وده الفرق بين النادي الاهلي وبين الاخرين. علشان بيقول لك بطوله الدوري هي بطوله النفس المفضلة. وبطوله النفس الطويل ليه؟ لان الاهلي عارف تقاليدها وعارف اعرافها. النادي الاهلي لما كان هو بيبقى الوضع معكوس وبيبقى النادي الاهلي هو اللي فارق ب10 نقط او ب8 نقط، وتيجي تتكلم مع حد في الجهاز الفني او الجهاز الاداري او حتى اللعيبه يقول لك ايه؟ لا احنا مش البطل ومش هنحتفل دلوقتي، احنا هنحتفل لما يكون فرق النقاط مع عدد المباريات اكتر، خلاص يبقى انا كده اتحسمت، انا بطل الدوري، انا ممكن افرح. ده حصل معانا لغايه حتى ليله مباراه المقاولين، مليون في المية كل الشواهد بتقول خلاص الاهلي بطل الدوري، لكن احنا اتعاملنا حتى اعلاميا وحتى الجماهير اتعاملت بالمنطق ده، قالت لا يا جماعه نصبر بس نعدي الاول مباراه المقاولين ونحتفل بقى الاحتفال الكامل. واحنا قلنا ان دي رساله 90 دقيقه تساوي كتير قوي. هي منظومه يا استاذ اسامه. ايوه هي منظومه مش 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 مجلس اداره وكيان ومقرات ولعيبه واجهزه فنيه وقواعد بيتوارثها الاجيال، لا منظومه جماهيريه كمان. جمهور النادي الاهلي على مستوى النادي الاهلي نفسه، على مستوى الكيان، يعني تعرض لاستفزازات طول الموسم من مسؤولين ومن اعلاميين ومن صحفيين ومن ناس كبار قوي تعرضوا استفزوا جمهور النادي الاهلي، ومع هذا كان جمهور النادي الاهلي منضبط جدا وتركيزه ان هو يدعم الاداره، يدعم اللعيبه، يدعم الجهاز الفني، يدعم، رغم ان كان في محاولات غير طبيعيه للتشكيك في كل دول. فزت بالدوري وحققت اللقب رقم 41، وكل اللاعبين سواء السابقين او حتى الحاليين بياكدوا ان البطوله دي بطوله اغلى. سواء الكابتن وائل جمعه، الكابتن سعد محافظ كمدير للكوره، كل نجوم النادي الاهلي السابقين الكل بياكد على ده. طيب الجزئيه الاهم في الفتره اللي جايه ممكن تبني على ده ازاي للمرحله القادمه عشان تفضل ماشي بنفس خطى النجاح اللي انت وصلت ليه؟ ميزه النادي الاهلي عموما انه لما بياخد بطوله بيقفل صفحتها ويفكر في بكرة. ويمكن انت تابعت الاحتفالات بتاعت لعيبة النادي الاهلي وجهازه الفني وقال لك احنا عندنا خدنا الدوري خلاص حققت الاكبر، لكن عندي مباراة يوم الحد، عندي مباراة مهمة رغم انها تحصيل حاصل لكن هي مباراة مهمة لان دي مباراة القمة. مباراة القمة بغض النظر عن اي اعتبارات هتفضل مباراة قمة تاريخية وليها قواعد وليها وتملي نقول ان مباراة القمة لا تخضع لأي معايير. مباراة القمة حالة اللاعبين في يوم المباراة هي اللي بتحدد مين صاحب اليد العليا في التسعين دقيقة. وعلشان كده يعني بص انا اقول لك على حاجة،
افتكرتها دلوقتي حالا. ليا صديق اسمه محمد سيف. محمد سيف والده اسمه سيد محمدين سيف. ده راجل اتوفى ليله ماتش المقاولين العرب. الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له ويسامحه. عارف كان سبب الوفاة ايه؟ فرحته الطاغيه ان النادي الاهلي فاز بالدوري ده، رغم ان هو شهد بطولات غير طبيعيه للنادي الاهلي، مش بطوله دوري بس، لا ده خد شاف برونزيه كاس العالم، وشاف بطوله دوري ابطال افريقيا والسوبر والانجازات غير طبيعيه، لكن احساسه ان البطوله دي غاليه جدا، الراجل قاعد يحتفل ويفرح واخر كلام على لسانه على حسب محمد ابنه ان هو نفسه ان الموسم يتوج بالفوز على الزمالك. فانا بقول للعيبه النادي الاهلي فرسان الفانيله الحمراء يا ريت يكون ختام الموسم رائع زي ما اسعدتونا باللقب البطوله الاغلى، ونهدي الفوز دوت لروح الفقيد سيد محمدين سيف. استاذ اسامه، انت بادئ الحوار بمشاعر طيبه جدا، وانا على المستوى الشخصي اولا مبسوط ان انا بعمل معاك هذا الحوار، لانك مش ناقد رياضي ولا كاتب صحفي، لا بالعكس، يمكن احنا لما بدانا حتى في مجال الصحافه تواجدنا وانت كنت موجودين جيل كان سبقنا، مش هكبرك شويه بس بكذا سنه. ربنا يديك طول العمر والصحه يا رب. محمد انت بالنسبه لي انت اخ عزيز قبل اي حاجه يعني. رب. لكن شفناكوا ازاي وانتوا حتى بتشتغلوا في الاعلام وبتشتغلوا في مهنه النقد الرياضي، ازاي بتبقوا لا يعني برضو محبين للنادي الاهلي وشايفين السلبيات ممكن ازاي تعالجها وتتكلم عنها بايجابيات عشان تتصلح، ولما بتشوف حاجه ايجابيه في النادي الاهلي بتتكلم عليها، والابرز من كل ده كمان جمهور النادي الاهلي، التواصل ما بينكم ومع جمهور النادي الاهلي، حلقه الوصل دي كلها، المنظومه دي كلها، اكيد ده سبب النجاح للنادي الاهلي بشكل عام. والله شوف، قبل ظهور السوشيال ميديا كانت التواصل موجود، بس طبعا مع الاختلاف، يعني التواصل كان موجود ازاي؟ لان كان النادي الاهلي هو البيت بتاعنا اللي بيجمعنا كلنا، انت بتبقى موجود في التمرين، بتحضر التمرين، بتجري حوارات مع اللعيبه، بتجري حوارات مع الجهاز الفني، بتاخد اخبار، فانت وجودك انت قاعد وسط الجمهور حقيقي، فانت حاسس بيهم ومتابعهم. السوشيال ميديا سهل الموضوع دوت، بقيت انت بيوصل لك نبض الجمهور وانت في اي مكان. مظبوط. انت في بيتك، انت بره، انت في امريكا، انت في اي حته في العالم، انت نبض الجمهور واصل لك اول باول، فحاسس بيه. وبعدين انا تملي بقول ان اهم اسلحه النادي الاهلي هي شعب الاهلي. بالظبط. جمهور الاهلي. جمهور الاهلي هو اللي بيدي القوه لمجلس الاداره، للاجهزه الفنيه، للاعبين، للمدربين، لكل حد. حتى الاعلام الاهلاوي اللي انا بعتبر نفسي واحد منه، وما بنكرش ده لاني الحمد لله بتعامل باصول وقواعد النادي الاهلي، ان انا بدافع عن النادي الاهلي وبدافع عن الكيان دون الاساءه للاخرين. بالظبط كده. فيعني بس علشان الناس تبقى عارفه القواعد. عارفه القواعد، انت دافع عن النادي بتاعك وما تحطش المنافس في جمله مفيده يعني. بدون مناسبه يعني. انت تحطه ليه في جمله؟ انت دافع عن كيانك وعندك اللي انت تهتم بيه، وده الفرق بين النادي الاهلي وبين الاخرين، النادي الاهلي تركيزه على بيته. بيركز على بيته عشان كده بينجح، عكس الاخرين اللي بيبقوا واصين للاخر وبيحاول يصدر لك مشاكل ويتكلم عليك اكتر ما يتكلم عن نفسه. خليك في نفسك، شوف مشاكلك، شوف عيوبك. صح. هو ده اللي حصل، هو ده النادي الاهلي اللي حصل. النادي الاهلي حصل فيه هزه، حصل فيه كبوه، وحصل فيه مشاكل، وحصل فيه اصابات، وحصل فيه غيابات، وحصل فيه دروب. النادي الاهلي قفل على نفسه، شاف احتياجاته، مجلس الاداره دعم الفريق، اجرى تغييرات في الجهاز الفني، اللعيبه قعدت مع بعض، التفت حوالين شعار النادي الاهلي، اتطبق الشعار اللي احنا بنقوله دايما اللي هو الاهلي فوق الجميع، اللي للاسف البعض بيحاول ياخده لسكه تانية ان الاهلي فوق مصر، لا الاهلي فوق الجميع. فوق جميع ابنائه. ده يا جماعه قلنا ده دستور داخلي داخل جدران القلعه الحمراء، مصلحه الاهلي اهم من مصلحه كل ابناء النادي الاهلي اللي بينتموا ليه. ما قلناش انه طالع بره، لا، نقول ان هو مصلحه النادي الاهلي اهم من رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، اهم من الساده اعضاء مجلس الاداره، اهم من اعضاء لجان النشاط الرياضي، اهم من الاجهزه الفنيه، اهم من اللعيبه، اهم من الجمهور، والجمهور عارف ده كويس. بالظبط. جمهور النادي الاهلي هو الجمهور نفسه بيرفع اللافتات في الملاعب، الاهلي فوق الجميع. هو ده بالزبط. هو ده عارف ان مصلحه الكيان اهم من مصلحته هو الشخصيه. بس هي دي بمنتهى البساطه يعني. طيب ندخل بقى في التفاصيل الفنيه. هل حسم النادي الاهلي للمسابقه
ممكن يؤثر على نتيجة مباراة الغد أو شكل مباراة الغد، ولا المباراة لها حسابات خاصة؟ مؤكد طبعا أن أنت لما هتدخل المباراة وأنت بطل الدوري غير لما هتكون محتاج تعادل أو محتاج تفوز أو محتاج هتدخل مباراة متوتر تحت ضغوط تحت كذا، لكن أنت خلاص حسنت الدوري، فالمؤكد أن أنت هتدخل بأعصاب أهدى، هيبقى أدائك ما لهوش ضغوط، فالمفروض أن الطبيعي أن أنت تقدم أداء أفضل، مش هتبقى متسرع، مش هتبقى مستعجل، مش هتبقى محطوط تحت ضغط ان انت لازم تسجل بدري او تجيب اهداف بدري او زي المباراه اللي فاتت. انت بتلعب كل المباراه اللي فاتت دي تحت ضغط ان انت عايز تسجل، عايز تخلص من المهمه، واخد بالك؟ فهو ده مباراه الاهلي والزمالك بغض النظر عن الحسابات، قلنا مواقع ومراكز الفرقتين، لكن هي مباراة بطولة خاصة. اللي فايز فيها بيعتبر ان هو حقق انجاز غير طبيعي. يعني بالفعل نطلق عليها مباراة بطولة خاصة، لكن مش المسمى التاني اللي هي مباراة مهمة تاريخية، لا هي بطولة خاصة. لا، ما هي مش هتأثر حاجة في التاريخ، يعني انت الاهلي الاول والزمالك التاني، خلاص اتحسم الموضوع بالزبط. والاتنين هيروحوا دوري ابطال افريقيا السنة الجاية، وغيرهم هيروحوا الكونفدرالية، والمسألة محسومة. لكن هي مباراة ذات قيمة اللي هي الكلاسيكو في كل العالم، فهو ده الديربي كمان علشان الاتنين من نفس المحافظة، فالديربي ده مباراة احنا يعني. بس اللي يخليني حزين جدا ان الديربي اللي هو الاشهر والاقدم والاعرق في الوطن العربي والشرق الاوسط وافريقيا يقام في حضور 18 او 15 مشجع من هنا و15 مشجع من هنا، عدد اللعيب اكتر منهم، يعني دي حاجة تحزن حقيقة. يعني انا دلوقتي هقول للسادة المعلقين، ممكن بعد اذنكم تقولوا لنا التشكيلة بتاعت جمهور الزمالك والجمهور الاهلي، زي ما هتقولوا لنا تشكيلة الفرقتين في الملعب والبدلاء، لان هيبقوا اقل. طب فكرة ان المباراة بتقام بهذا الشكل لتحقيق لمبدأ تكافؤ الفرص، ده كان تصريح صدر من اتحاد كرة القدم والقائمين على ادارة الاتحاد في التوقيت ده. تكافؤ الفرص اي تكافؤ فرص يا محمد؟ اي تكافؤ فرص؟ هو انت لما تقول ان هنا 5000 وهنا 5000 مش تكافؤ فرص؟ على السنة المباراة الاولى كانت مباراة الزمالك اتلعب بدون طيب جماهير. اوكي طيب ماشي، وجمهورات الاهلي. طب وهو ما انت لما هتقول هحضر من هنا 5 ومن هنا 5، من هنا 8 ومن هنا 8، من هنا 10 ومن هنا 10، مش ده جمهور، ده جمهور زمالك وده جمهور اهلي. ايه اللي يهمك الشكل العام في القضية؟ وبعدين انت لسه طالع من بطولة كاس الامم الافريقيه، حاجه قمه الفخر والتوهج والحضور الجماهيري والابهار، كانت ابهار. فانت ليه تحرم الناس من كده يعني؟ وخاصه ان انت خلاص دلوقتي بسم الله ما شاء الله عندنا الامن حاجه بقت محترمه جدا، وبرهن على الكلام دوت في كاس الامم الافريقيه في 24 منتخب، والاستادات في بعض المباريات الاستادات كانت فل، وتم السيطرة عليها بنظام محترم متطور تكنولوجي رهيب. فايه المانع ان احنا نرجع الجمهور بقى؟ لان ديربي القمة والمدرجات خاوية، يعني بتحس ان انت يعني صمت القبور. ترتيب اهميه مباراه الديربي في مصر تراجعت للاسف في السنوات الاخيره. ما بيتصدر وكان في المقدمه. ما هو طبيعي دلوقتي انت لما تيجي تتفرج على الديربي السعودي، الهلال والنصر او الاتحاد والاهلي، حاجه تانية. شوف ملعب عامل ازاي خالص. لما تروح تونس تتفرج على الترجي الافريقي او الصفاقسي والنجم الساحلي، اما تروح المغرب تتفرج على الوداد والرجاء، لما تروح الجزائر وفاق سطيف مع شباب القبائل، لما تروح اي حته حتى السودان لما تتفرج على المريخ والهلال، الوضع غير. طيب هنكمل حديثنا عن مباراه القمه، ولسه عندنا تفاصيل واخبار كتيره، حكام مباراه القمه، تسليم الدرع، كل دي الملفات هنتكلم فيها، لكن اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل متواصلين في حديثنا مع الاستاذ اسامه السويسي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي. اهلا
اهلا وسهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل، ويمكن طبعا معانا مجموعه من الاخبار قبل ما اتواصل في حديثي مع الاستاذ اسامه السويسي الناقد الرياضي والكاتب الصحفي. يمكن شباب منتخب مصر لكره اليد خسر من منتخب فرنسا بنتيجه 35-33 في مباراه دور النصف النهائي لكاس العالم للشباب في مونديال اسبانيا. للاسف يمكن دي اول خساره لمنتخب الشباب، وخسر وخرج من المباراة دور نصف النهائي ليلاقي الخاسر من لقاء كرواتيا والبرتغال في المركز الثالث والرابع واللعب على الميدالية البرونزية. طبعا للأسف خسارة جاية في توقيت يعني المنتخب كان ماشي بشكل كويس جدا طول البطولة ومحقق النتائج متميزة في الدور الأول، حتى فاز على المنتخب الفرنسي في بداية دور المجموعات، لكن قدر الله وما شاء فعل عملوا أداء متميز جدا. نبني على ده، والمنتخب ده إن شاء الله معظمه اللي هيكون معانا في 2021 عندما تستضيف مصر كأس العالم للكبار إن شاء الله بعد سنتين من الآن. خبر آخر متعلق بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا، ومفاجأة بالنسبة لنا بعد ما كانت قال إن حكم مكسيكي أو حكم أرجنتيني، النهاردة اتحاد الكرة فاجئنا عبر موقعه الرسمي وقال إن الاتحاد المجري وافق وتم إرسال أسماء الحكام اللي هيديروا مباراة الغد. طاقم دولي مجري بقيادة فرانس كاراكو، حكم ساعة يعاونه كل من شتيفان أولبرت والمساعد الثاني بولاش بوزاش والحكم الرابع أدم فوركش. طبعا لجنة الحكام يمكن في سياق الخبر قالت إن هي قد خاطبت ثمانيات اتحادات أوروبية، إلا إن هذه الاتحادات اعتذرت لبدء الحكام معسكرات إعداد خلال الفترة الحالية، وده بالتأكيد بيضع استفسارات كتيرة جدا على هذه الجملة تحديدا مع الحكم اللي جاي اللي هيدير مباراة الغد. في تفاصيل أخرى وفي كلام مهم، لكن بالتأكيد أرجع من جديد للناقد الرياضي والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أسامة السويسي. أستاذ أسامة، يمكن هارد لك لمنتخب الشباب لكرة اليد، خسر من فرنسا، كنا نأمل الوصول النهائي لكن قدر الله وما شاء فعل، ونبني على بقى النتائج اللي حصلت المرة دي في البطولة. زي ما انت قلت المنتخب ده تقدم عروض غير طبيعية، ذهب إلى نقطة بعيدة. صحيح احنا فزنا بالبطولة سنة 93 قبل كده، لكن المنتخب أبهر الجميع وأكد أن كرة اليد المصرية مستقبلها خير. كان نفسي بس الناس ما تركز معاهم، كان يسيبوهم كده ماشيين في الدرة لغاية لما يرجعوا البطولة، بس هي اللي حصل خير الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل. بالنسبه للخبر الثاني بتاع طاقم تحكيم مجري وفيكتور فرانسو كاراكو، مش ما ينطبقش عليه نفس الموضوع بتاع المعسكرات الاعداد وكده، ولا ده حكم ثاني لوحده؟ ما هو فعلا الجمله في نهايه الخبر غريبه، يعني بعد ما تم اعلان اسم الحكم والطاقم وكانت اللجنه قد خاطبت 8 اتحادات اوروبيه، الا ان هذه الاتحادات اعتذرت لبدء الحكام فيها معسكرات اعداد. طيب لو اعتبرنا ان المجر مش من ضمن معسكرات الاعداد، طب جايب ليه الاخ ده اللي هو عليه شبهات وعليه مشاكل وعليه كذا وتصنيفه سي؟ طيب تصنيفه مشاكل فنيه، مشاكل فنيه في الدوري المجري، الدوري المجري والصحافه المجريه اتكلمت كتير. طيب ليه ما جبتش رقم واحد في المجر؟ طالما جبت من المجر، وهينطبق عليه نفس الكلام اللي هينطبق فيكتور كاساي حضر هنا في القاهرة وأدار مباراة القمة قبل كده أكتر من مرة وكان أكتر من رائع. إيه اللي يخليك ما تجيبش فيكتور كاساي وتجيب الأخ ده؟ حد يا ريت حد يجاوبنا، أنا بس عايز نفسي حد يجاوبنا. ليك تعليق على حكام السنة دي اللي جم؟ أيوه هو ده. أنت ليه بتجيب الناس اللي هي دوليين، بس دوليين إيه؟ يعني زي الأخ دوت، الأخ ده ما قدرش ولا مباراة في دوري أبطال أوروبا. تمهيدي بس. في الدور التمهيدي بس. طيب يعني هو ده يعني يعقل إن ده يصنف فئة أولى كحكم دولي؟ لا، ده تصنيفه تحت، تصنيفه سي. مش من حكام النخبه. ده سؤال موجه للكابتن وجيه احمد رئيس لجنه الحكام، يا ريت يجاوبونا. يعني حتى كل الاخوه، معظم الحكام اللي جولنا الدوري السنه دي يعني بصراحه عليهم علامات استفهام، ليه انت جايب دول؟ هل ده توفير للنفقات؟ لان الحكم اللي انا عرفت معلومه ان الحكم الفئه الثالثه بياخد مبلغ اقل من الحكم الفئه الاولى. معقوله؟ حكم النخبه ليه سعر مختلف. طب وانت ليه ما تجيبش، انت طالما انت كده عندك النيه ان انت تجيب حكم، طب ما تجيب بس حكم. التكلفه كام يا استاذ اسامه؟ يعني ايه التكلفه؟ حاجات بسيطه يعني. هو لو وصلت التكلفه ل 15000 يورو ايه المشكله؟ ولا في اي مشكله. ايه المشكله؟ في فلوس هتفرق ايه من 15000 من 7000 يورو يعني؟ بس انا اجيب حكم يبقى على قيمه المباراه وعلى قيمه البطوله. انت جبت حكام لماتشات كتير جدا السنه دي كان عليهم علامات استفهام كتيره، ادائهم والاخوه المحللين في الفضائيات قال لك ان هم بيرتكبوا اخطاء اكتر من الحكام المصريين. طب ايه الميزه؟ لا، الاضافه كمان يا استاذ اسامه في سياق حديثك
انت لما بتجيب حكم اجنبي انت بتجيب حكم اجنبي اعلى من اللي عندك. ما هو ده الطبيعي. عشان اللي عندك لما يتفرج يستفيد. ما هو ده الطبيعي. لا بتحقق ده ولا بتحقق ده. ما هو دي طب ما هو ده علامة الاستفهام. يا ريت حد يقول لنا ليه ده تحديدا. اهو السؤال اهو السؤال يا جماعه، ليه جبتوا الاخ فرانس كاراكو ما جبتوش الحكم المجري رقم واحد فيكتور كاسات؟ طالما المجر طالما كان مستعدين. ما هو المساله واحده. هو قالها كده في ساق جملته ان في 8 اتحادات اوروبيه رفضت وتم الاتفاق على طاقم تحكيم مجري. اذا الاتحاد المجري عنده حكام جاهزين. وهي افريقيا مش عندها حكام جاهزين. امريكا الجنوبيه ما عندهاش حكام جاهزين وهم لسه مخلصين. هم لسه مخلصين كوبا امريكا. وحتى امريكا الشماليه والكونكا كاف ما لسه مخلصين الكاس الذهبيه. ايه المشكله؟ لا والغريب الحكم كمان المكسيكي اللي جه هنا على فكره ادار مباراه الاهلي والمصري صح بالظبط كان ممتاز جدا. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ وحسب المصادر كمان كان في اكتر من حكم دولي سابق وناس قريبه الصله من لجنه الحكام كانت قالت ان خلاص بالفعل حكم مكسيكي اللي هيدير مباراه. يا سيدي الفاضل انت ليه تحط نفسك تقترب من الشبهات؟ ليه حكم على ده انت اكتب اسمه على جوجل. شفنا النهارده كلنا فيديوهات اخطاء كارثيه في ضربات جزاء ترجيحيه وحاجات ما بتتحسبش اصلا وطرد الحارس الشهير بشكل غريب جدا وكل الصحافه بتتكلم عليه. طب ليه ده وليه مش فيكتور كاسا؟ ايه المبرر يعني؟ بس وربنا يستر. و36 سنه ربنا يستر يعني حكم صغير السن خبراته مش موجوده. انا بقول لك ربنا يستر ويعدي المباراه على خير ان شاء الله وده اللي نامله باذن الله لان تجارب الحكام من النوعيه دي مش للاسف الشديد مش بس السنه دي علامات استفهام يا استاذ اسامه على موضوع الحكام اللي جم كلهم السنه دي كلاس سي كله بلا استثناء. وده عمل في او ده عمل فيك ايه؟ عمل في حكامك ايه؟ عمل في حكامك اهو بطوله الامم الافريقيه وماتش نهائي افريقيا عندك مشاكل مع الحكام المصريين وبعد ما كان حكامك مصنفين عندك ثلاث حكام اداروا ثلاث مباريات كل واحد فيهم ادار مباراه ووجهات جريشة رقم واحد ادار مباراه الثالث والرابع عشان بطوله في مصر الثالث والرابع مباراه تكريميه. طيب هو ده اسمه كلام؟ انت سمعتك بقى شكلها ايه لما بقيت انت تجيب حكام لاكثر من عدد الحكام المصريين؟ طيب يا سيدي اوكي في مباريات حساسه هتلعب لكن مش كده. طيب انا اطور المنظومه ازاي؟ اشوف المشاكل اللي بيعانوا منها، اشوف لجنه الحكام دي كيف تدار، اشوف الحكام اعمل لهم هيبه وكرامه. الحكام دولت قال لهم يا عصام يا فتاح انت فاجر انت قابض انت وحكامك. الكابتن عصام عبد الفتاح كان بيرد لما الكابتن سيد عبد الحفيظ يطرح اسئله يقول ليه فلان ما بيجيش او ليه فلان ما بيحكمش، بيطرح اسئله طبيعيه. لكن اتقال له الكلام التاني ده اتهم في ذمته واتهم في شرفه واتهم حكامه ان هم قابضين وفجره وما ردش. طيب حكم زي بكره هتبقى حاطط ايدك على قلبك والمباراه تعدي بسلام يا رب. ربنا يسترها. انا ما اعرفهوش. كل اللي اعرفه عنه انه حكم لا حكم اي مباراه في دوري ابطال اوروبا ولا في الدوري الاوروبي ولا في دوري امم اوروبا وكان كل رصيده السنه دي مباراتين في التمهيدي وتقييمه في الدوري المجري السنه دي ضعيف وتقييمه في وعليه مشاكل وعليه مشاكل ممكن الصحافه المجريه منه تقييمه مش كبير تقييمه مش واصل حتى لدرجه المتوسط. تخيل انت بقى ليه ايه المبرر يعني؟ ايه المبرر يعني؟ طيب نرجع تاني للمباراه يا استاذ اسامه وفكره ان الجهاز الفني يتعامل نفسيا مع اللعيبه. اللعيبه فايزه بدوري وواخده بطوله بعد موسم طويل ويمكن موسم مش 10 شهور ولا 9 شهور لا ده سنه ميلاديه اللي حوالي 10 ايام او اسبوعين. دوري جملي بمعنى صح. لكن بعد كل الاحتفالات دي الجهاز الفني يتعامل نفسيا ويقول للعيبه لا لسه عندنا مباراه اخرى. فكره تعامل الجهاز الفني نفسيا مع الجزئيه ده وانت بالتاكيد كصحفي وكناقد رياضي لما بتتلقى تصريحات بالمعنى ده وجهه نظرك او تعليقك عليها بتبقى عامله ازاي؟ والله عايز اقول لك ما تقلقش يا بيه. ما تقلقش يا بيه. لان في وجود اسد الكيان سيد عبد الحفيظ على راس الجهاز الاداري للفريق الاول لكره القدم. زي ما بيقولوا بالمثل البلدي حط في بطنك بطيخه صيفي. يا رب. لان سيد عبد الحفيظ بسم الله ما شاء الله احد اسباب نجاح النادي الاهلي في ادارته لشؤون الكره في النادي الاهلي وتسلم الملف في توقيت حرج جدا ونجح ان هو يوصل لبر الامان وحقق المطلوب بذكاء وبروح ابناء النادي الاهلي.
حقيقي. فما تقلقش على ما تقلقش، والجهاز اللي معاه بسم الله ما شاء الله، واضح ان فتره المعسكر الاسباني دي عملت انسجام ما كنا محتاجينه ان احنا ناخد نفسنا الوقت رغم مش يصبح قبل كده، رغم ان احنا ما كناش بنطالب ان احنا نكمل الدوري اللي بعد. سبحان الله، يعني عسى كلام النادي الاهلي كله صح، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اللي كان عايز هو اللي خسر، اللي كان عايز ومصمم هو اللي خسر. لا، ناس مؤثرين، وفي العكس انت اللي استفدت، وانت اللي حصل عندك تناغم وحصل عندك تقارب وحصل عندك كذا، وانت اللي حسمت. طيب اكتمال الصفوف ده شيء ايجابي لمباراه بكره، معاك رمضان، معاك وليد ازارو، حمدي فتحي رجع، في اكتمال او شبه اكتمال الصفوف. هو تملي، احنا كنا بنقول كده على النادي الاهلي في دايما النادي الاهلي عنده فرقتين، والفرقتين على نفس المستوى، ودي بنعتبرها من المشاكل اللذيذه. مشكله لذيذه ان انت يبقى عندك في المكان الواحد اثنين واحيانا ثلاث لعيبه. لما يبقى عندك في حراسه المرمى ثلاث اربع لعيبه جاهزين، لما يبقى عندك في خط الدفاع اكتر من لعيب جاهز، لما يبقى عندك في قلب خط الوسط اكتر من لعيب جاهز. هي القصه كلها ان الجهاز الفني بقى بقياده مارتن لاسارتي بقى عنده الفرصه ان هو يشوف كويس وخد نفسه وما بقاش عليه ضغوط، فبالتالي هتبقى عنده الحريه في ان هو يتحرك في اختيار التشكيل المناسب والافضل ان شاء الله، ويعدي لبره الامان. هل المباراه ممكن تكون مباراه مفتوحه فيها اهداف، ولا المباراه هتبقى لا فنيا مغلقه؟ والله ما اعتقدش، ولا في دوافع عند الفريقين؟ الاثنين عندهم دوافع، لان قلت لك هي في حد ذاتها بطوله. الزمالك عايز يكسب الاهلي علشان يقول انا كسبت البطل، وان انا ما طلعتش من الموسم بلا حمص يعني. والنادي الاهلي عايز ياكد جدارته وعايز يسعد جماهيره، لانه عارف ان المباراه دي تمثل لجمهور النادي الاهلي كتير جدا. طيب، ان جمهور الاهلي منتظر المباراه دي على احر من جمر. ايه اللي كنت تتمنى تشوفه في مباراه بكره؟ في مباراه بكره فنيا ولا لعيبه بشكل ولا عام؟ يعني تشوف فنيا مين؟ اول حاجه كنت اتمنى اشوف جمهور. اول حاجه والحاجه الثانيه اتمنى اشوف الدرع. اتمنى اشوف الدرع. هو مش دي اخر مباراه في الموسم؟ مظبوط. طيب ايه المشكله ان انا لما 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 يتسلم الدرع للنادي الاهلي اللي هو البطل؟ يعني هو احنا المثل المصري بيقول لك في بعد العيد ما بيتفتش كحك. طب هو الدوري هيخلص بكره، طب هروح استلم الدرع فين؟ الدوري الانجليزي كانت اخر مباراتين بيحددوا البطل، يعني لسه ما تحددش. كان لسه اخر منافسه بين مانشستر سيتي وليفربول. مانشستر سيتي بيلعب في ملعبه مع برايتون، وليفربول بيلعب بره ملعبه مع وولفرهامبتون. طيب الاتحاد الانجليزي عامل ايه؟ النسخه الكوبي راحت ملعب وولفرهامبتون الكوبي، النسخه الاصليه اللي هي فاز بيها مانشستر سيتي موجوده في ملعبه، في ملعبه. تمام، بحيث انه لو مانشستر سيتي اتعثر وليفربول كسب هيدوا له النسخه اللي يحتفل بيها وسط جمهوره وهو عرقان. يعني انت عارف يحس بقيمه جهده. بيقول لك اعطي الاجيره حقه قبل ان يجف عرقه. هو ده، هي دي التتويج للعيب اللي هو وهو بيلعب في ارض الملعب عرقان وخلص البطوله وفرحان بمجهوده، يستاهل انه تحتفل بيه، يستاهل انه ياخد جايزته في المكان ده، مش استنى لغايه لما اعمل حفل واستنى مش عارف ايه. ليه المبرر؟ وخاصه ان مفيش حاجه في اللائحه تجبر الاتحاد ولا تجبر الكاس. بس هي دي النقطه بقى. دي النقطه، الفرق بيننا وبين الناس في اوروبا ان تسليم الدرع او تسليم الكاس في المباراه الختاميه مكتوبه في اللائحه منصوصه. فبالتالي ما بتديش فرصه هنا للاهواء الشخصيه. طب انا عايز اقول لك على حاجه، احنا ضربنا مثل دلوقتي بالدوري الانجليزي. طيب انا كنت في الامارات من 2007 ل 2012. تمام، لما بداوا الدوري المحترفين نسخه، اول نسخه من دوري المحترفين، وصلت المباراه النهائيه الجزيره، الاهلي بينافس الجزيره. الجزيره هيلعب مباراه في عجمان مع عجمان، ضيف على عجمان، والاهلي هيلعب في ملعب الشباب اللي هم دلوقتي اندمجوا بقوا نادي واحد. بس الاهلي بيلعب في ملعب الشباب. الاهلي والجزيره دي في اماره دبي وده في اماره عجمان. لجنه دوري المحترفين في اول سنه عملت ايه؟ حطت الدرع في طياره هليكوبتر
حط، ما انا بقول لك انا حاجه حضرتها اهو، حطت الدرع في طياره هليكوبتر، الطياره الهليكوبتر الماتش هنا مين اللي بطل؟ تتحرك تنزل في الملعب اللي هو البطل في البطل. وبالفعل الاهلي فاز على الشباب 3، نزلت الطياره في ملعب نادي الشباب وخدوا الدرع والاهلي احتفل في الملعب وسط جمهوره. ايه المشكله؟ ايه القضيه؟ ايه المشكله؟ مفيش تفسير. طب ما هو تفسير ازاي لما انت، ما هي دي المشكله يا استاذ محمد. المشكله في ايه؟ ان انت 2015 ديت من كام سنه، من 4 سنين النادي الزمالك خد الدوري صح؟ اه مظبوط. اخر مباراه كان بيلعب مين؟ طلائع الجيش. طلائع تمام. مش السلم الدوري فيها في الملعب؟ ايه القضيه بقى؟ ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله ان النسخ اللي وراه الاهلي يفوز فيلعب اخر مباراه يسلمها يعني؟ ايه المشكله يعني؟ المشكله ان هي مع الزمالك المنافس، بالعكس دي حاجه كويسه ان اللعيبه يبقى في بينهم روح رياضيه واللعيبه تسلم على بعض، ولو اتعمل ممر شرفي تبقى دي حاجه راقيه جدا زي ما بيتعمل بين ريال مدريد وبرشلونه. ايه المشكله يعني؟ طيب افضل من كل ده عشان نبعد عن الاهواء ما تتحط في اللائحه مثلا. هو مش دلوقتي بيحط لجنه المسابقات للموسم الجاي زي ما اتحضرت لائحه شؤون اللاعبين اللي فيها كلام كتير هيتقال؟ طيب حتى لو انت كنت عايز تعفي نفسك من الحرج، طب ما هو مباراه المقاولين معروف ان هي هتحدد البطل صح؟ بس يعني جرى العرف ان المباراه الاخيره. ايه المشكله؟ لا ايه المشكله؟ ايه المشكله ان انت ان انت كنت تسلم الدرع للعيبه عشان مش منصوص عليها في اللائحه يا استاذ زمر؟ لا هو بيقول لك ايه، لا هو بيقول لك ايه، انا هقول لك السبب ايه. يقول لك اصل الدوري ما كملش، اصل ممكن الاهلي ينسحب مثلا من ماتش الزمالك اي ظرف، لاي ظرف من الاسباب، من المباراه الاخيره وما يكملش الدوري فما بقاش البطل. يا اخي برضو ده كلام يعني، انت لما تيجي تفترض حسن النيه، ما تفترضش سوء النيه. هو مش هيحصل، هو ده بيحصل. لا طبعا، ما احنا عندنا تاريخ. البطوله بدات من 48، بس نبني عليها صح عشان ما يبقاش الموضوع متعلق بالاهواء الشخصيه او اراء او وجهات نظر غير يعني غير منطقيه. طبعا تتحط في اللائحه، واحنا لسه بنحضر لائحه المسابقات للسنه الجايه زي لائحه شؤون اللاعبين اللي اتحضرت فجاه كده وطلعت لنا بدون ما اي حد كان عارف ان في لائحه طالعه النهارده، او بدون حتى اجتماعات مع الانديه. وده اللي كان الاتحاد قاله في اخر بيان ليه قبل بطوله الامم الافريقيه، قال لك هيبقى في اجتماعات للانديه وورشه عمل عشان لائحه شؤون اللاعبين ولائحه المسابقات، وطلعت شؤون اللاعبين بدون ما الانديه تقعد ولا حتى يسمعوا مقترحات الاهلي في اللائحه. طب لائحه المسابقات لسه بتتحضر، يتحط فيها بند يبقى اجباري بقى على اي حتى مسؤول مين ان في نهايه المسابقه البطل بيستلم الدرع. طب كويس ان انت طرحت موضوع اللائحه وكده، لان موضوع اللائحه ده كمان عليه علامه استفهام كبيره جدا يعني. طيب قبل ما نتكلم في موضوع لائحه شؤون اللاعبين عشان ما نخرجش بره مباراه الاهلي والزمالك، معانا تقرير صوتي بيتكلم على مباراه الاهلي والزمالك، مباراه القمه، مباراه تاريخيه طبعا، مباراه فيها تفاصيل كتير ومباراه فيها اهداف حاسمه، ودايما كده الاهلي في مباراه القمه ليه قصص وحكايات. نخرج لهذا التقرير ثم نعود الحديث مع كاتبنا الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ اسامه السويسي. اتمنى ان فيها كره قدم جميله، وبالتاكيد الاهلي بيختم المسابقه وهو بطل الدوري ويستحقها عن جداره. استاذ اسامه، الاهلي بيختم المسابقه ومباراه القمه مع الزمالك ويستحقها عن جداره بالفعل. مليون في الميه طبعا. لما تعمل الريمونتادا دي على مدار الموسم فانت تستحق ان احنا نرفع عليك القبعه. لكن انا شايف في نغمه كده طالعه ان الاهلي ما فازش بالدوري، لا الزمالك هو اللي فرط. طب ما تيجي نقلب الايه. طيب ما هو في الدور الاول، طب ما هنقول بقى ان الزمالك اتصدر لان الاهلي هو اللي فرط. مش كده ولا ايه؟ يعني المساله يعني ما هو لو المنافس فرط ما انت ممكن تفرط بس انت بتكسب. طب ما هو طبيعي. وبعدين انت لما تعمل الكامباك ده دي حاجه تحسب لك مش تحسب عليك انت بقى. بغض النظر انا شايف المنافس مش شايفه، دي حاجه تانية. ولا احنا كنا بقى عايزين النادي الاهلي يفضل في المنطقه الدافيه والكلام اللي ملوش لازمه، اللي ملوش اي منطق من الاعراب. بس ميزه الاهلاويه بقى ان هم وهم بيتحفل عليهم يعني ولا كانوا شغلين دماغهم ولا كانوا بيبصوا، كان كل تركيزهم على فرقتهم. وعمل تحدي يعني. انا اقول لك على حاجه، تصريحات حسام عاشور، فاكر انت لما الاهلي فاز على المصري وصعد للقمه او اول مره السنه دي، جمهور الاهلي قال ايه؟ قال احنا نحتفلش بالقمه، احنا بنحتفل بالبطوله بس. مظبوط، هو ده الفرق. جمهور الاهلي واعي وعارف بحتفل بالبطوله بس، مش بحتفل بصداره مؤقته ولا هقول للناس لو هفك الشوق اطلع لي لفوق والكلام دوت. لا لا لا، الاهلي بيحتفل بالدرع لما يبقى الدرع في ايده كده وماسكه كده. ده الاهلي ولاعيبته وجمهوره، وده اللي فرق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. اللي عند الاهلي مش هتلاقيه في حته تانيه للاسف. بعض الاخوه اللي بيدعوا الحياد
اللي بيدعوا الحياد يجي يقول لك لا اصل الاهلي انا راجل محايد بس الاهلي مش ما يستحقش لانه الزمالك هو اللي فرط في البطوله والزمالك هو اللي ماشي مدربه والزمالك هو اللي يا سيدي. طب ما الاهلي ماشي مدربه بس في الدور الاول. طب ما الاهلي فرط في نقط كتير. طب ما الاهلي خسر من المقاولين في الدور الاول. طب ما الاهلي تعادل مع طب ما الاهلي كذا. طب ما هي انتوا بس منظوركم ايه يعني ايه منظور ايه منظور الحياد ده اللي انتوا يعني معلش يعني ويترحل وتلاقي الاستوديو يقول لك هل الاهلي هو اللي فاز بالدوري واستحق ولا الزمالك اللي فرق يعني برضه ده كلام بس يعني التاريخ هيقول ايه؟ ماشي ما الاهلي فاز بالدوري رقم 41 وعمل كومباك تاريخيه وعمل ريمونتادا تاريخيه في الموسم ده علشان كده بنقول ان الدوري ده هو الاغلى. ده الرائع كمان يا استاذ اسامه وانت بتتكلم في قصه ايه في قصه الريمونتادا انت ممكن تختتم الدوري وانت فايز على اقرب منافسين ليك يا رب باذن الله يعني باذن الله, الله باذن عن الله. المركز الثاني ب 8 نقاط والمركز الثالث ب 10 نقاط يعني اي حد مثلا كده من بره مصر ما تابعش الدوري من اول لغايه اخره ويجي بص في جدول الدوري لا الاهلي مثلا 80 نقطه والثاني 72 والثالث 70 قال لك كده ده ما فيش منافسه. ما هو الاخير بقى فين الاخير اللي كان مهدد بالهبوط مش كده بقى فين اللي بقى السادس اللي بقى السابع اللي بقى الثامن اللي بقى يطلع لغايه لما ركب وما بينزلش. هو ركب بقى فكره المانشيتات دايما اللي كانت دايما مجله الاهلي بتكتبها من سنين وبقت خلاص مترسخه في كل عقول الاهلاويه. الاهلي ركب الدوري دايما بتتقال انت بتصدر للمنافس خلاص الاهلي ركب الدوري فاز بالدوري وفعلا بتطبق السنه دي بشكل كبير. وبعدين الميزه بقى ان انت والله العظيم يا جماعه الميزه في النادي الاهلي انه ما بينظرش للاخرين. النادي الاهلي بينظر لنفسه بينظر لنفسه بس وده سر النجاح. يعني ما بيقعدش يركز في ان هو يصدر حاجات وان هو يلعب الناس نفسيا وانه لا بيركز على نفسه وده سر نجاحه. النادي الاهلي بيشوف عنده مشاكل ايه ويحاول يصلحها مش الاخرين اللي هو شايف باصص لك انت بس باصص لك انت بس وشاغل نفسه بيك انت بس. طب ما انت هتفضل شاغل نفسك بيا مش هتشوف مشاكلك مش هتشوف عيوبك. لا بص لنفسك وبص لظروفك وعالجها هترجع. وده الفرق بين النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيخسر بطوله بيبص اللي جاي خلاص بشوف السلبيات اللي حصلت ايه واحاول اعالجها وده اللي بيعمله مجلس اداره النادي الاهلي على مدار التاريخ. ده اكبر تحدي السنه دي بعد بطوله افريقيا كان عندك تحدي تاني خالص لمصالحه الجماهير ولو بجزء بسيط. يا سيدي الريمونتادا دي شهدت ان رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بياخد قرارات وبيعمل صفقات وهو داخل غرفه عمليات. طب عايز ايه مثل تاني عايز ايه عايز مثل تاني الروح الفانيله الحمراء اكتر من كده ايه؟ صح يعني عايز مثل تاني للروح الفانيله الحمراء والتضحيه من اجل الكيان. ده رئيس الهرم فما بالك كل المشجعين نفس الروح كل الجماهير نفس الروح كل اللعيبه نفس الروح. حسام عاشور الناس بتحتفل بيه ازاي؟ حسام عاشور الرمز زعيم المخلصين. فلا الوضع مختلف معلش احنا في مكان تاني بعد الحمد لله الحمد لله يعني الحمد. ودي نعمه. طيب كنا بنتكلم قبل التقرير الصوتي عن لائحه المسابقات واللوائح المفروض تطبق الفتره القادمه وقلنا فرصه والمسابقات بتتحضر للسنه الجايه نحط بند تسليم الدرع في نهايه المسابقه. طيب برضو كان في تعديلات في لائحه شؤون اللاعبين وبعض الامور اللي حصلت في استعداد الموسم الجديد هل لك تعليق او تابعتها في الساعات الاخيره؟ هو انا تابعت للاسف الشديد. هو مين اللي حط اللائحه دي؟ محدش عارف. هو فين اتحاد الكره ومين اللي بيدير اتحاد الكره دلوقتي؟ اللي بيدير اتحاد الكره السيد ثروت سويلم صح؟ طيب مع كامل الاحترام ليه ايه طبقا للائحه هو اللي بيسير عمل إيه الاتحاد انتخاب طيب. مجلس اداره جديد اوكي وانت بتسير امور الاتحاد بتحط لائحه تحدد مصير انديه. طب مش تتكلم على الانديه دي لما انت تجبر الانديه ديت على انك انت تلغي مسابقه اللعيبه دي هتروح فين اللي اتلغت مسابقتها 97 98 وايه ميزه ان انت تبقى تقول لي ان الانديه ليها اعاره خمس لعيبه فقط مين المضار من كده؟ المضار من كده انديه بعينها ومين اللي مستفيد من كده؟ انديه بعينها. طيب ايه المبرر؟ ده بيفكرني بحادثه حصلت في 2012 لما اتحاد الكره ما كانش موجود وكان في رئيس مؤقت اللي هو السيد عامر حسين. السيد عامر حسين رئيس لجنه المسابقات تولى رئاسه اتحاد الكره بشكل مؤقت بعد الظروف اللي حصلت في الموسم دوت وغير اللائحه بصفته رئيس لجنه المسابقات واعتمدها هو بصفته رئيس اتحاد رئيس مؤقت. اتحاد اللائحه دي تسببت في نجاة احد الانديه من الهبوط للدرجه الرابعه وهو قال كده بلسانه
هو ايه يا جماعه، هو احنا ايه الكلام ده؟ مش هيحصل، مش يعني مش هيحصل اصلاح في اتحاد الكره الا اذا اتحاد كره القدم، مجلس اداره اتحاد كره القدم تفرغ للمنتخبات الوطنيه والمسابقات من الدرجه الثانيه الى الادنى، ويدير اللعبه دوري المحترفين اللي هو دوري المحترفين الفئه الممتازه والفئه اللي تحتها الدرجه الثانيه، لا الدرجه الممتازه اللي هي الممتاز بيه اللي هو الممتاز بيه، دول يديرهم لجنه محترفين بيشتغل فيها ناس متفرغين بمقابل، مش متطوعين، مش متطوعين، بيشتغل الصبح في شركته الخاصه او في وظيفته ايا كانت، وبيشتغل بعد الظهر عضو اتحاد كوره، وبيشتغل بالليل محلل في الفضائيات، صاحب بالين كداب، فما بالك صاحب ثلاثه؟ لا، وحتى علشان اعرف احاسبه وما بيبقاش عنده اي ضغوط تاني، وما بتبقاش الجمعيه العموميه اللي هي 200 وشويه هي صاحبه القرار الاول والاخير. كل اجاباتك دي جاوبت على السؤال كنت اساله، كيف ترى مستقبل كره القدم المصريه؟ هو ده، طبق دوري محترفين، والكلام ده انا قلته هنا في قناه النادي الاهلي 2009. يا بعد 10 سنين، من 10 سنين قلته هنا، كان مع الزميل عمرو شاهين وكان في وجود زميلي الكبير الاستاذ خالد كامل، كنا قاعدين في قناه الاهلي، وقلت يا جماعه انا معايا لائحه بتاعه الاتحاد الاسيوي باللغه العربيه، المعايير لتطبيق دوري المحترفين، اللي جاي كله دوري محترفين، ليه احنا كمصر ما نبادرش ونكون احنا اول دوله في افريقيا تطبق دوري المحترفين، ومعايا المعايير واللي من السهل جدا تتطبق هنا. لكن ده للاسف الشديد المساله فيها اختلاط الحابل بالنابل، العضو اعضاء الساده اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره هم اللي بيديروا كل حاجه، هم المسؤولين عن التسويق، هم المسؤولين عن الحقوق، هم المسؤولين عن الرعايه، المساله ايه زيتهم في دقيقهم كده وفي شويه لخبطه. لا لا افصل الكلام ده، لا هات لجنه دوري المحترفين ناس بتشتغل بمقابل ومتفرغه، هتعمل لائحه اللاعبين، هتعمل لائحه محترفه ومتفرغه، ومتفرغه، وبيكون كل نادي فيه ممثل، كل نادي فيه ممثل، ولما تحط لي انت لائحه لما يحطها هو انت اللي مشارك فيها، فبالتالي هتلتزم منها، هتلتزم باي حاجه، باي عقوبه. ده الغريب يا استاذ اسامه، في ساعه ازمه مباريات الدوري، وللاهلي دايما الحمد لله طلعت كلمته صح في موضوع اللوائح السنه اللي فاتت، ودخل في اكتر من موضوع، وفي الاخر كلمه الحق هي اللي انتصرت في الاخر بفوز، يعني نادي الاهلي فاز بالدوري، لكن كل كلمه قالها في اللوائح هي اللي حصلت، سواء في القيد الافريقي، في القيد المحلي، نهايه المسابقه. لكن كمان اتحاد الكوره لما كان قبل بطوله امم افريقيا قال لك ايه؟ هنحضر لوائح شؤون اللاعبين، وهنحضر لوائح المسابقات بالمشاركه مع الانديه. لائحه شؤون اللاعبين طلعت قبل الانديه ما تشارك فيها، ولا حطت فيها بنود غريبه يعني، ولا اي حاجه. ما انت مالكش لازمه، انت بص، المساله مساله اهواء للاسف الشديد، اهواء. ده حصل تعديل على اللائحه يوم الجمعه، جمعه اجازه، اللي هو اللي بيطلع فيه البطاقات المؤقته، يعني انت مثلا الخميس طلعت اللائحه، ايوه اللي بيطلع تاني يوم، مش هو ده الاتحاد اللي طلع بطاقات يوم الجمعه؟ طيب تاني يوم ما انت في الاخر فزت بالدوري. طيب تاني يوم الجمعه، النظر ده انا بص الملف كبير، انت لو عملت انت ممكن تعمل مذكرات، الملف كبير، مجلدات على السنه، خلينا كده ايه، خلينا نتكلم في المستقبل. يوم الجمعه تاني يوم عمل تعديل، قال لك لا، غير من ال 97 3 ومن الاجانب 2، بس خد بالك السنه اللي بعدها لو انت عندك 7 اجانب هيبقوا 3، او هو ما قالش عدد، هيبقى اقل من كده، تمام. والشمال افريقيا هتحطه سنه واحده، لكن هترجعه تاني. والعقود اللي انا كاتبها مع الاجانب دي، يعني العقود دي بعد كده هيبقى حر، يبقى انا استفدت ايه كانديه؟ انا استفدت ايه كانديه؟ ما هو انت بتجبرني ان هو السنه اللي بعدها هيبقى حر، ماليش حاجه عنده، يعني انا خسرت ماديا وخسرت فنيا، لعيب افرض لعيب مثلا انا معتمد عليه وكذا، وبرمجت نفسي على كده. يا ما هي مشكلة، انت لما بتيجي تحط البنود بتراعي ايه؟ لو بتراعي مصلحة الكرة المصرية يبقى ده كلام تاني. وتقنية الفار، فاكر؟ انت عارف مين اللي هينفذها في الموسم الجديد؟ الاتحاد الموريتاني. طيب الاتحاد الموريتاني، رئيس الاتحاد اسماعيل ولد احمد. انت 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 طبعا كلنا تابعنا منتخب موريتانيا والانجاز اللي عمله طبعًا. طيب انت الراجل رئيس الاتحاد دوت عمل ايه؟ بدا الحصاد، لانه زرع من كذا سنه، عمل خطه واستراتيجيه، وهيطبق الفار السنه الجايه، بقى شكلك انت ايه بقى كمصر رائد الكره في القاره، ها، ومش عارف تطبق الفار، ومش عارف تعمل لائحه، وهو تطبيق الفار دوت كارثه يعني، مطبق في مصر في البطوله،
طيب يعني عندك دلوقتي 6 ملاعب جاهزه، وايه المشكله؟ بص المشكله في ايه؟ المشكله ان التحكيم هيفضل زي ما هو حتى لو جبت فار. ليه بقى؟ لان تطبيق تقنيه الفار ده بيعتمد على حاجتين. الحاجه الاولانيه العنصر البشري، العنصر البشري برضو موجود، لان العنصر البشري بيتحكم في النقل، في النقل في اللعبه اللي بتتعاد، النقل التلفزيوني، التصوير، زوايا التصوير. زوايا التصوير، يا ناس يا محترمين، يا اخواننا يا مخرجين، يا بتوع التلفزيون اللي بيبقى الماتش شغال والكره، وتلاقي المعلق يقول له عم عايز اشوف الكوره، انت رايح في المدرجات ليه؟ ما لا، لازم تبقى ناس محترفين بجد، لازم تبقى. واحنا عندنا الكفاءات، والله عندنا الكفاءات، بس تركز في الشغل، بس ما تركزش في الالوان ولا في الحسابات ولا في اي حاجه تاني بره الملعب. يعني هي المساله بسيطه جدا. يعني متفائل بكل الحاجات اللي احنا كده اتكلمنا فيها دي؟ متفائل في اللي جاي؟ والله تفاؤل حذر، تفاؤل حذر، لانه لغايه دلوقتي مفيش حد اتحاسب. بمعنى ان حصلت مصايب في مونديال كاس العالم في روسيا 2018، وخرج الوزير اشرف صبحي على صفحته وقال في حساب عسير لكل المقصرين، كتب كده على فيسبوك. السيد هاني بوريده رئيس اتحاد الكوره عمل مؤتمر صحفي عالمي وقال ان في مقصرين حصل في البطوله، وفي حساب للمقصرين. وانا كنت متصور مثلا ان ابسط الناس اللي هيتحاسبوا مدير المنتخب اللي سمح بالفوضى وبالفنانين ورجال الاعمال ان هم يدخلوا الملعب ويوصلوا لغرف اللعيبه والكلام دوت، تمام؟ ما حدش اتحاسب، ومدير المنتخب فضل هو في كاس الامم الافريقيه، تمام؟ وحصل ضرب كبير في كاس الامم الافريقيه، وللاسف ما فيش كلام على ان في نيه للحساب، نيه للحساب. يبقى النادي الاهلي باذن الله بطلا شامخا في مسابقاته المحليه، وان شاء الله الاستعداد الجاي للفتره في البطوله الافريقيه، وان شاء الله نشوف بكره مباراه قمه متميزه الاهلي يقدر يكسب بيها، يكسب المباراه ويختمها بشكل جيد. ودايما كده الكلمه العليا تبقى للنادي الاهلي في الدوري العام ان شاء الله باذن الله. محمد سعيد، ان انا اسعد يا ريس بالساعه اللي كنت معاك فيها دي، ومع جمهور النادي الاهلي الحبيب بنقول لهم الف مبروك تاني، وان شاء الله بكره نبارك لكم في الفوز بالمباراه القمه البطوله الخاصه بتاعتكم. استاذ اسامه السويسي الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، شرفتني ونورتني، واهلا بيك في بيتك في قناه النادي الاهلي، ودايما منورنا كده، واجازه سعيده ان شاء الله في مصر. شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا مع كاتب صحفي كبير بالتاكيد سنوات طويله جدا موجود داخل منظومه العمل الاهلاويه، تحديدا في منظومه الاعلام، وبالتاكيد ليه اراء فنيه واراء تحليليه في الاخبار والموسم الطويل الشاق اللي كان مر بيه النادي الاهلي هذا العام. لكن بالطبع مباراه بكره، مباراه الاهلي والزمالك، مباراه ذو طابع خاص، مباراه قمه. الاهلي فاز بالدوري، لكن اكيد الجهاز الفني بيتعامل مع هذه المباراه بحسابات خاصه عشان يختم الشكل الموسم بشكل جيد، يستلم الدرع ان شاء الله، لما لا يستلم الدرع في نهايه المباراه ان شاء الله، او حتى بعد كده ان شاء الله تكون في حفله كبيره جدا لكل قطاع كره القدم في النادي الاهلي على الموسم الطويل الشاق اللي قدر يحقق فيه نتائج متميزه، وموسم استثنائي في جميع درجاته وفي جميع نتائجه وفي جميع مبارياته. لكن ان شاء الله اللي جاي كمان هيبقى افضل وافضل، احنا بنستعد لموسم جديد، بنستعد لمباريات افريقيه بعد حوالي اقل من 12 13 يوم، وان شاء الله دايما باذن الله كلمه الاهلي عليا ورايه الاهلي دايما عاليه باذن الله. بعد الفاصل ما تروحيش بعيد، زميلي العزيز عمر ربيع ياسين مع الكابتن حماده مرزوق نجم النادي الاهلي الاسبق وصاحب تاريخ كمان في مباراه القمه واطلاله فنيه على مباراه القمه الغد بين الاهلي والزمالك. شكرا والى اللقاء.